بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. موضوعنا لهذا اليوم هو القرآن والبيعة. أحسنت. هل البيعة تمثل النظام السياسي للإسلام أم هي شيء شكلي وشيء ليس بالمهم؟ وأين مجال البيعة في حياة الإنسان؟ البيعة نظام اجتماعي، اقتصادي، سياسي، أحد المنظومة الفكرية للإسلام، أحد. هناك مجموعة من الأفكار الأخرى في داخل النظام الإسلامي تمثل البيعة، هي أحد الأركان الرئيسية للمجتمع الإسلامي. يعني أنا ما أقدر أخذ الموضوع بتوسع، أختصره بحيث ربع ساعة حتى لا يمل الحاضرين. كلمة البيعة جاية من البيع. أنت حينما تشتري شيء تعطي شيء مقابل. أبو مصطفى أنا لمن تحكي؟ هسه قلت الدقيقة بس خلاص وصار رجاء. فتأخذ يعطيك البائع ويشتري المشتري، فهي مأخوذة من البيع، البائع والمشتري، حتى أنهم اللغويين يقولون مترادفة بين البيع والشراء. أنت لما تشتري من يبيع لك؟ أبو المحل. أبو المحل يبيع لمشتري وهو أنت. القرآن الكريم يتحدث عن البيعة بسور متعددة، بآيات عفوا متعددة، والآيات التي مُنَّ الذي يشري نفسه ابتغاء هذه يشري يبيع أحسن. لم أتناول كل الآيات بالتفصيل، ولكن سأأخذ بعضها للأمثلة. يضربون اللغويون الأمثال في مبايعة السلطان. طبعا كلمة السلطان قديما هي يمثل الحاكم، ومنها السلطنة اللي موجودة في بعض الدول العربية، ومنها الأمير وغير ذلك. هاي بيعات هنا المبايعة بالوراثة ليس للمجتمع، لأن أنظمة تقليدية مأخوذة من زمان وساندتها جهات استكبارية حتى يبعدون الموضوع عن الحقيقة. شاهدنا وبايع السلطان إذا تضمن بذل الطاعة له بما يرضخ له. يعني في البيعة أكو طاعة وأكو رضوخ. في البيعة أكو طاعة ورضوخ. ها احنا نفسر هذا الشيء. هذا التفسير تفسير من أكثر من قبل، أكثر من 1000 سنة، بحيث أن السلطان كان موجود، والسلطان حينما
يبايع تبايعه ثلة من الناس، مو كل الناس. فهذول المبايعين لازم ينقادون له فيما يحب وفيما يكره، ليس فيما يحب. البيع عندهم فيما يحب وفيما يكره. هذه الصورة هي الموجودة، ما أقول في الإسلام، عند المسلمين، لأن صورة البيعة في الإسلام تختلف عن صورة البيعة التقليدية عند المسلمين. حنشوف هذا الاختلاف. أولا، هل الرسول صلى الله عليه وآله مارس البيعة أم إحنا من عندنا هذا الشيء؟ لا، الآيات تؤكد لنا أن هذه المسؤولية ركن من أركان الإسلام الإنساني السياسي الاقتصادي الاجتماعي. يعني لا يمكن أن يحصل حياة سياسية عادلة ولا اقتصادية عادلة ولا اجتماعية عادلة بدون أن تكون هنالك بيعة، حتى لو كانت هذه البيعة عنوان للرضا. حينما أنت أنا وياك نتفاهم على شيء أحس منك الرضا، هذا شيء دا توافقنا عليه وإن كان غير مكتوب. أنت تقوم بعملية البيع والشراء لازم يكون وفق عقد وعهد، لكن المعاملات البسيطة لا تخضع لهذا القانون، مجرد مشابهة، بعتك اشتريت. هذه المسألة. القرآن الكريم بما أن موضوع البيعة والنظام السياسي للحياة الاجتماعية وجه الآيات الكريمة إلى الناس، فيها مثل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. هذا المعنى المرادف، يعني هم باعوا والله عز وجل اشترى، بأن الجنة هي الشيء الثمن اللي حيقبضون من وراء هذا، من هذه البيعة، والله يجاهزهم بذاك الثمن. آية أخرى، هاي التوبة 111، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. هنا الله عز وجل أراد أن يقوي هذا الموضوع، لا يجعله كيفيا، لأن الذي يبايع النبي يبايع الله عز وجل، سواء بايعته على شراء، بايعته على حار، بايعته على نظام معين، لأن هذا عهد، عهد وعقد، وإحنا عندنا صور هذا العهد والعهد والعقد بين المسلمين في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله حينما أخذ البيعة للإمام علي عليه السلام، وفي بيعة الرضوان الله عز وجل امتدحها: والذين يبايعونك تحت الشجرة. إن الذي أنا أحسنت الآية الكريمة، إن الذين يبايعونك تحت الشجرة إنما يبايعون الله. زين عيني. فإذا هنالك مجموعة من الآيات التي تؤكد هذا الشيء. البيعة، البيعة أساس نظام، يعني هذا النظام يخليك تتجرد عن أهوائك. مثلا أن مثل الواقعة اللي حصلت بين الإمام الحسن ومعاوية ابن أبي سفيان، الإمام الحسن بايع معاوية ابن أبي سفيان، لكن أخل بالبيعة من؟ معاوية. وضع هذه الشروط التي اتفق عليها حاكمين، حاكم باطل وحاكم حق، ولظروف معينة على كل حال حصل الموضوع، لكن الجانب الثاني أخل بالبيعة وقال أن
كل ما اتفقت أو بايعت أو عاهدت عليه الحسن بن علي تحت قدمي أو تحت رجلي، انتقض كل شيء. هنا هذا النكث العظيم الذي وقع فيه معاوية، وفي ذلك آيات تهجن وتفرض على الناكث للعقد والعهد والبيعة جزاءه الجحيم. الآيات التي تصف من اللي يقومون بهذا الشيء النكث عقابهم كبير جدا. فمثل هذا الموضوع إذن يحتاج له استحضار في كل خطوة من خطواتنا الحياة الاجتماعية، بما فيها الحياة السياسية، بما فيها الاقتصادية. تحتاج حينما أنت ويا صديقك تتفق على شيء، بيع دار، بيع مزرعة، بيع أي شيء آخر، أنت خاضع لهذه الأسس. إذا انتقضت شيئا بدون رضا الشخص الآخر، كنت قد خرجت عن العهد وخرجت عن النظام وخرجت عن الأصول التي يجب أن يحافظ عليها المجتمع ويعتبرها المجتمع هذه نظام حضاري، مش إنه مجرد كلام بيني وبينك بعدين تخدعني وخدعك وتروح أنت تنتقل إلى مكان آخر أو أي شيء آخر، يصبح الفساد عام عند جميع الناس. وهذا ما يحصل بالفعل في كثير من الشعوب الإسلامية. ماكو التزام بكلمة، الكذب هو الماشي، بقدر الإمكان أن تخدعني وأخدعك، وللأسف الشديد. إذن ماكو هناك حضور لله عز وجل ولا لهذا النظام الراقي الإنساني في تنظيم حياة شؤون الناس في كل شيء. عليه أنه إحنا ليس فقط بالجانب السياسي، وهو مهم جدا، لأن الصورة أمام الناس هناك بيعة، فلا ينبغي أنه أن يحصل انتقاض لهذه البيعة. الرسول صلى الله عليه وآله مارس هذه أمام الناس، والصورة اللي بيعات كثيرة كان يبايع، يأخذ البيعة من الناس على أبسط الأمور وعلى أرقى الأمور وعلى أصعب الأمور، منها في الحكم. لا أريد أقرأ لك النصوص فيما يتعلق ببيعة الإمام علي. هنا نحصل شيئين، البيعة نظام، وعندنا نص من الرسول صلى الله عليه وآله على الإمام، صار شيئان. هي أن النص على الإمام موجود، أن خليفتي من بعدي ووصيي الإمام علي، يا علي ألا ترضى أن تكون بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. هارون وصي موسى، جسد الآية الكريمة التي نزلت عليه في هذا المثل الذي أو الحديث الذي قاله الرسول. إذن صار هناك نص وهناك نظام لازمي. الرسول صلى الله عليه وآله قدام الناس يمارسه كتجربة حتى يكون تقليدا راقيا. حينما يموت إنسان، وهنا صرح الرسول صلى الله عليه وآله في خطبة الوداع أنه أنا أوشك أن أذهب عنكم، وبعدين أوقفهم وخبرهم بمن سيكون من بعدي وأخذ البيعة. هنا النقطة الجوهرية في هذا الموضوع، أخذ البيعة من أقل الروايات تقول 120,000 صحابي
وصحابية إن صح التعبير إلى غير ذلك. هذا الأمر المسلمين كلهم شهود على هذه البيان. أفرض في أي شيء آخر أكو خلل في البيعة بين الناس، لكن أنا من قدوتي؟ قدوتي إذا أنا كنت مسلما قدوتي رسول الله، ينبغي أن أمارس هذه البيعة وهذا العهد وأتبعه. على كل حال حصلت الانتكاسة في عدم الالتزام بالبيعة، ما نريد ندخل بها لأن صراع سياسي مرير على هدم الإسلام حقيقة. لو كانت هذه الممارسة ماشية بشكل نظام، وأن يأتي كل خليفة من خلفاء المسلمين يأخذ البيعة من الآخرين علناً، شرط في البيعة أن تكون علناً، لا مثل ما يعمله الآن الإرهابيون. شوفوا لهم واحد، أي واحد هم يتفقون عليه 10-20 وبايعناك وخلص على السمع والطاعة. هذه لازم مسجد، مكان يقفون ويطرح الإنسان الذي تتوفر فيه الشروط العدالة والعلم. أهم شرطين في هذا الأمر العدالة والعلم، بالإضافة للالتزام بكتاب الله عند المسلم. لكن إذا توفرت هذين الشرطين في غير المسلم ولم نحصل على إنسان مسلم في هذه الشروط، هناك من يقول من العلماء انتخاب الكافر إذا كان عادلا، وعدم انتخاب المسلم حتى الظالم. هذه معروفة أيضا مسألة مطروحة لهذا الموضوع. بعد ذلك، هل أن اقتصار البيعة على الرجال أم لا تشمل البيعة الرجال والنساء؟ القرآن الكريم يؤكد أن البيعة مثل ما هي للرجال هي للنساء، لكن فيها شروط شوية. هي شروط على الطرفين الرجل والمرأة، لكن في المرأة فيها شروط على اعتبار أن هذا العنصر الإنساني الموجود في المرأة يخضع إلى كلام، إلى أمور ربما تخرج عنه. إذا توفرت هذه الشروط التي سأقرأها عليكم وهي مستخرجة من آية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن، هذا شرط، بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أولادهن، بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف فبايعهن. حصل هنا الإجابة والإيجاب إلى أمر البيعة للمرأة إذا توفرت في هذه الشروط: أولا على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه. وفي كل ذلك شيء جميل في تأكيد أهمية وعمر البيعة في النساء، حتى يصبح المجتمع مجتمعا قادر على أن يستوعب موضوع البيعة والالتزام بها لأهميتها. سادسا: ولا يعصينك في
معروف يعني أيضا للرسول صلى الله عليه وآله باعتباره الحاكم الشرعي المطلق. هذه المجموعة من الآيات التي تؤكد في البيعة وأهميتها، وكما قلت إن البيعة فيها جانب النظام وفيها جانب العقد، ينبغي عدم الإخلال بالعقد وفي نفس الوقت عدم الإخلال بالنظام الاجتماعي الذي سيحصل. واحنا نشوف صور يبايعون ويجي هناك أمر فلش هذه البيعة وأي شيء آخر، أو انقلاب يحصل على الناس كلهم، هذه ليس من الإسلام في شيء حقيقة. ولا أريد أطيل عليكم، هناك بيعة من نوع آخر تسمى بيعة الإكراه، بيعة الإكراه، وهي الصورة التي التزمتها الجاهلية والتزمها النظام اللا إسلامي من زمن معاوية إلى يومك هذا، بحيث أنه معاوية ألزم الناس أن يبايعوا يزيد بالإكراه، أي بالسيف بالقوة. ليس هنالك هذا الشكل من أشكال النظام السياسي أو الاجتماعي موجود في الإسلام، بل مرفوض، مرفوض رفضا باتا، مثله مثل الزواج بالإكراه. الزواج بالإكراه أيضا مرفوض، ولا يعتبره الشيء الشرع إنه شيئا صحيحا، مثله مثل أي عقد. فإذا معنى ذلك أن البيعة بالإكراه إحنا نشوفها هي السائدة في مجتمعاتنا، رأسا تطلع النسبة 99.9 بالعشرة وغير ذلك، واللي يقولون بأنها بيعة غير صحيحة يمكن يرمون بالسجون أو يقتلون أو غير. هذه ليست بيعات شرعية، إنما جاءتنا من الحكم الجاهلي الذي يحكم الكثير من الدول الإسلامية، وهذا شيء ينبغي أن ينتفك إليه حتى نعيش عيشة طيبة. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام وبركاته. كملنا. أحسنت رحم الله والديك. اللهم صل على محمد.